اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي مقاولو الجهه. اليوم غادي نتحدثوا على مهنه تبحث تلقى رواجا كبيرا واقتصادا يستقطب الكثير من المستثمرين خاصه منهم الشباب، واستثمارات مهمه وهو قطاع كراء السيارات بالمغرب. الموضوع غادي نناقشوه في الاكراهات ديالو، التحديات ديالو، الافاق ديالو. معنا لمناقشه هذا الموضوع اكرم السملالي، المدير العام لجلكار.ما. سي اكرم مرحبا بك. مرحبا بك. كذلك مستمعينا لمتابعه برنامج مقاول الجهه على راديو بلس الدار البيضاء، الموجه هي 94.0، اكادير الموجه 92.4، مراكش على الموجه 96.3، وفاس على الموجه 96.8. تابعونا كذلك على صفحة البرنامج عبر الفيسبوك Entrepreneur de la Région مقاول الجهة، ستجدون داخل صفحة البرنامج الرابط لمتابعتنا عبر الانترنت. كما يمكن التواصل معنا عبر الهاتف لطرح تساؤلاتكم عبر الأرقام التالية 0522-26-39-66، 0522-26-39-67، أو 0522-26-39-68. مقاولو الجهة، برنامج المقاولة بامتياز، ترقبوه كل أربعاء من 8 إلى 9 ليلا على راديو بلوس. إذن مرحبا بكم مستمعينا في هذه الحلقة المتجددة معكم، ومعنا سي أكرام اللي جانا من الخميسات. مرحبا بك سي أكرام، مشقة السفر، وكذلك شكرا على تلبية دعوة البرنامج. شكرا بزاف. في البداية سي أكرام، عرف المستمعين على جيل كار والمهام اللي كتقوم بها. السلام عليكم. دونك بالنسبة لجيل كار، سي اون جيستيون دو لوكاسيون دو فواتور. Donc c'est une application تسير وتدبير يعني كراء السيارات. ايه اكزاكتومون. دونك الهدف ديالها هي كرياسيون ديال واحد الريزو، شبكه اللي غادي نجمع فيها كاع لي لوكاسيون دو فواتور، باش يكون عندنا ان بوا سور لو مارشي. اون بلوس كو سا، جي ال كار الهدف ديالها هو بالنسبه للزاجونس اللي عندهم مشاكل ديال لا جيستيون، غادي تخدم عليهم باش تعاونهم في لا ستركتوراسيون و لورغانيزاسيون ديالها. هذه من طرف. وبالنسبه ل عاوتاني من لا سيكوريتي الكوميرسياليزاسيون اي ريشيرش دي كونفونسيون. نعم، المساله كتعلق بالخصوص بالتدبير والتسيير، خاصه ان هاد المهنه نقدروا نقولوا انها فيما يخص المقاولات الصغيره والصغيره جدا، كتعرف شويه ديال ما نقولوش العشوائيه، وانما كيخدم الانسان وصافي، يعني بدون ان بيزنس بلان قاد، بتسيير قاد، ان بون جيستيون. هذا هذه متفق معها. دونك بالنسبه للجي ال كار، كاين واحد لي بوين كنا ابخي لي تود اللي كنا درنا، لقينا بعض المشاكل اللي كنا جمعناها في 4 بوين. المهم اول لو بوين الاولاني كنا جمعناه هي الطريقه ديال لا جيستيون. دونك بالنسبه لي زونتربرونور، دونك اللي تيكون دي بيتيت اجونس تيكونوا خدامين بطريقه عشوائيه كيف قلتي، ما تكون نهار العام الاول تيبداو الخدمه ديالهم خدامين وصافي، دونك ما تعرفوش ما تيديروش ان بلون دو ان بلون ماركتينغ اللي يقدروا يخدموا عليه ويقدروا يسيروا. يعني يقدر مثلا السياره دونك يقدر يكون لو بارك ديالو مثلا ديباس 5 سنين، ويقدر ما يلقاش عنده ان شيفر دافير ولا ان كابيتال باش يجدد البارك ديالو. نعم، حنايا اليوم رابع جوان يونيو، كان صادف حلقة البرنامج مع قافلة المهن وشغل بالدار البيضاء اللي وصلت للمحطة الأخيرة ديالها. في هذا الإطار حاولنا نسوله هشام الخميري المدير العام لأمل جوب بخصوص هذه القافلة، وكذلك شنو هما الإمكانيات المطروحة فيما يخص أصحاب مقاولات كراء السيارات، وكان الجواب ديالو بهذه الطريقة فيما يخص أولا وصول القافلة إلى نهايتها، بعد ذلك فيما يخص يعني الشروحات أو شنو هما لي كونساي اللي يقدر يعطيها أصحاب المقاولات اللي كتشتغل في مجال قطاع كراء السيارات. إذا قافلة الشغل والمهن اللي مرت من العديد من المدن وصلت اليوم لمدينة الدار البيضاء، هو آخر مطاف ديالها.
اخر مطاف في مدينه الدار البيضاء، هو اكبر تظاهرة بالنسبة للتظاهرات اللي كنديروا في المدن الأخرى، بصفة أن مدينة الدار البيضاء هي مدينة كبيرة وفيها العديد من الشركات وفيها العديد من المؤسسات. إذا معنا هنايا في المحطة ديال الدار البيضاء أكثر من 60 شركة اللي جاو كيساهموا معنا في هاد التظاهرة. كاين معنا إذا شركات في عدة الميادين اللي كيتلاقاو الناس وكيتلاقاو الزائرين والباحثين عن الشغل اللي باش يوظفوهم بصفة مباشرة. إذا وهناك أيضا بعض المؤسسات، الوزارات وبعض المؤسسات لانستيتيوت فورماسيون، باش كيبينوا لهاد الزائرين هادو بأن هناك مهن من غير المهن اللي كيتوجهوا لهم بصفة طبيعية. يعني هناك مهن الصناعة التقليدية، مهن السياحة، مهن الفلاحة وإلى غير هناك العديد من المهن اللي الشباب وغير الشباب ما كيتوجهوش لهم هذه المهن هذو، هما هذه المهن كيوظفوا بطريقة مباشرة وطريقة يعني 100% ديال الناس اللي كاينين 100% اللي كيتوجهوا للمهن كيتوظفوا. إذا استمعنا لهشام الخميري المدير العام لأمل جوب كيهضر على المهن وفرص الشغل المتاحة سواء بالنسبة لحاملي الشهادات كذلك المقاولات، حوالي 60 مقاولة اللي مشاركة في هاد القافلة في محطتها الأخيرة بالدار البيضاء. لكن السؤال المحدد اللي كان اللي طرحه راديو بلوس على هشام الخميري كيتعلق ب فيما يخص كرياسيون ديال مقاولة كتشتغل في مجال قطاع كراء السيارات، غادي نستمعوا للنصائح ديالو فيما يخص هذا الموضوع. بالنسبة للوكاسيون دو فواتور، هناك الشركات في لوكاسيون دو فواتور اللي كيدوزو من الشركات أمل جوب باش يقلبوا على الناس ولا شي حاجة، هذا من جهة. وهناك أيضا كنديرو سي دي فورماسيون لهاد الناس هادو اللي كيبغيو يديروا دي بروجي ديالهم بصفة عامة، يعني دي بروجي بحال اللي قلتي ديال لوكاسيون دو فواتور. اللي كيبغي يدير بروجي دو لوكاسيون دو فواتور غادي يطرح غادي وقعلو العراقيل لأي بروجي بصفة عامة، يعني لي ديفيكولتي ادمينستراتيف اولا، من بعد البروسبكسيون كوميرسيال، من بعد الفينانسمون منين يقدر يلقى الفلوس، من بعد لو لوكال كيك شوز كي تري امبورطون، ومن بعد بيان ايفيدامون وحنا عارفين رحنا في هذا الميدان هما الموارد البشريه اللي هو سورس زيمان، هما شي حاجه مهمه بزاف، خصنا نعرفوا كيفاش تختار هذه الموارد البشريه الناس اللي غادي يخدموا معاك، وثانيا خصك تاثرهم بصفه مزيانه، يعني اكثر ما اثرتيهم مزيان اكثر غادي يردوا لك هذاك بون روتور. إذا استمعنا لهشام الخميري المدير العام لأمل جوب في تصريحه لراديو بلوس. سي أكرام، يعني شنو تعليقك على ما قاله هشام الخميري؟ داكور، دونك بالنسبة لهشام الخميري كاين نقدروا نهضروا على دو بوين اللي كنهضر عليهم تري تري امبورطون، هما لا فورماسيون بالنسبة للناس لي جيرون دو لوكاسيون دو فواتور، وبالنسبة عاوتاني لي ديفيكولتي ادمينستراتيف. دونك بالنسبة لي فورماسيون وي سي فري خاصهم دي فورماسيون، حيت لا بليبار ديالهم دونك فوالا هو كخيا اون لوكاسيون دو فواتور، دونك اون سوسيتي دو لوكاسيون دو فواتور، وكل لو سويفي كيفاش غادي يخدم معاك؟ شكون اللي كيدير المواكبة؟ المواكبة هو لو جيرون اللي تيديرها، لو جيرون دو لوكاسيون، ما كاينش واحد اخر اللي تيقدر يكون اللي غادي يأثرو. نعم. فوالا ما كايناش مثلا نقدر نقول على مقاولاتي مثلا ما تتقدرش واخا تبغي تأثرهم ما تتأثرهمش. ولا مثلا السير اي سونتر ريجون دانفيستمون ما تأثروش. دونك ما كاينش ان سويفي ديالهم. لا ما كيأثروش، واش لأن هاد صاحب المقاولة ما كيمشيش كيتحرك لجهتهم ولا هما ما كيسولوش ولا شنو كيوقع اكزاكتومون ولا كيبقى الواحد في العشوائية؟ دونك نقدروا نقولوا ليطا شنو تدير هي في الخدمه ديالها باش نعرفوها. دونك ليطا تتعاونوا في لا كرياسيون، ولكن لو سويفي ما كاينش لو سويفي. ليطاب ديال لا كرياسيون ديال خلق هذه المقاوله كيفاش كتم؟ دونك خاصها بعدا اول كرياسيون سوسيتي، خاصها واحد 500000 درهم بوغ افوار لاغريمون دو لوكاسيون دو فواتور، اون فورماسيون دو باك بلس 2 بالنسبه لو جيرون، يقدر يكون مول لا سوسيتي ويجيب ان جيرون افيك ان باك بلس 2، اولا يكون عنده في باك افيك 4 ans d'expérience في لوكاسيون دو فواتور. ولكن هادشي راه معروف تتخار ما تبقاش كيما زعما، ماشي هو كيتشارج اللي تحترموه. داكشي علاش بالنسبه للناس ديال لوكاسيون دو فواتور تلقى مثلا عندهم بزاف ديال المشاكل، حيت اي سو كخوا
بانه تعرف كيفاش يجري يجري لا سوسيتي ديالو. الوغ ملي تتوصل واحد ليطاب مثلا فواحد تدوز مثلا عام عامين تلقى راسو بانه راه لا سوسيتي ديالو اون ديفيسيل. نعم، ولكن كاينه واحد القضيه اللي خصنا نوضحوها للمستمعين اللي كتعلق بدفتر التحملات اللي شويه فيه مجموعه من العراقيل والمشاكل اللي كتحد من العمل ديال اصحاب هذه المقاولات، خاصه ان غالبيه المشتغلين في الميدان كيقول لك ان القانون المنظم هو قانون قديم وما كيواكبش العصر. هذه كاينه، دونك حيت القانون اللي كانت توضع الكيت شارج اللي كان محطوط اللي محطوط في لي زانين ديال التسعينات، دونك لي سوسيتي دو لوكاسيون دو فواتور تطوروا، يعني حتى لي بيزوان تطوروا، حتى لي دوموند ديال الناس ديال لي لوكاسيون دو فواتور تطورات. بقى القانون كيف ما كان نهار تحت في التسعينات، دونك ما تطورش بقى كيف ما كان. شنو هو الاشكال في هذا الباب؟ اشكالات كاينين بزاف، مثلا حيت خاص مثلا خاص يكون التقنين ديال لي لوكاسيون دو فاتور، ماشي اي واحد عنده الفلوس ويجي يحل لوكاسيون دو فاتور. هذا واحد المشكل اللي تعرقل ليفوليسيون ديال لوكاسيون دو فاتور. واحد عنده 500,000 درهم يجي يحل المقاوله ديالو بكل سهوله، لان هذا هو اللي فين حددات الدوله الرقم اللي خصو يكون كضمانه من اجل انك تحل المشروع ديالك. هو ايفيكتيفمون هذا هو المشكل اللي سميتو. كيما كون كان مثلا هي جوست ان اكزومبل، كون كان ان سويفي ابخي واخا تكون مثلا 500,000 درهم، ان سويفي واحد لونكادرومون يقدر مثلا هذا مول 500,000 درهم يعرف كيفاش ديال لا جيستيون دو لوكاسيون دو فواتور. مازال عاوتاني نحيدو مثلا ما عطاش المسؤوليه كلها الدوله. نعم. مثلا حتى هذاك السيد اللي كريا لونتربريز ديالو خاصو يعرف بانه راه داخلو فواحد المارشي، يعني عنده اون ريسبونسابيلتي، وهذيك الشركه اللي كريها خاصها تطلع ما خصهاش تسد. ولكن كيفاش دير تطلع هاد المقاوله في حين ان تنقولوا ان اي واحد عنده فلوس يقدر يحل؟ دونك خاصو يدير دي فورماسيون، خاصو يدير ان بيزنس بلان، خاصو يدير ان بون سويفي دو ان بون سويفي دو سون بار. سي اكرم معنا اتصال هاتفي. ريحان. السلام عليكم. عليكم السلام. الاخت منين؟ من جهه وجده اخي. نعم. اذا كان ممكن تعطينا يعني التساؤل ديالك. حاضر. انا بغيت غير نقول تساؤل بسيط، هو انا من الجهه ديال الجهه الشرقيه، والجهه الشرقيه احنا الموضوع جد مهم، هنا هو هاد المقاولات ديال شراء السيارات. حنا المعلومات اللي عندنا بان حوالي 100 شركه ديال كانت شراء السيارات، واغلبها تتمركز بمدينه وجده. نعم. ومن خلال في الجد مما جعل ان صاحبين الشركات انهم يأسسوا جمعيه خاصه بهم، يعني باش يدافعوا الحقوق ديالهم، باش يدافعوا الحقوق ديالهم. نعم. وقبل كل هذا الشيء، يعني ان الشباب من يبغيو انهم يخيو شركه ديال كراء السيارات، تتواجههم بزاف ديال العراقيل، ومن بين هذه العراقيل هي ان يعني باش انهم تخرج لهم يعني الاجراءات القانونيه، تتفوق واحد المده طويله ديال 3 اشهر. وكذلك انهم باش احنا باش يجريو على امورهم الاداريه خصهم يمشيو لبعض المراكز بالرباط. نعم. يعني اخت ريحان ما كنسمعوكش مزيان، إذا كان ممكن هذيك البلاصه اللي راكي فيها، يعني انك تحاولي تبدلي المكان باش نسمعوك مزيان، لحقاش ما بقيناش كنسمعوك في الاخر مزيان. ما راه يمكن مشكل ديال الريزو. نعم. المهم السؤال اللي بالنسبه لي عندي هو ان يعني كاين بزاف العراقيين بينهم انه مثلا ان المقاول الى بغى انه يكري هاد لونتربريز عنده على الاقل بشرط تحملات تكون عنده 500,000 درهم باش يشري مقابل اقتناء 5 سيارات ويكونوا جديدة، يعني هادو عراقيل. نعم. اللي تتخلي انه يصيب بالاحباط وتراجع عن يعني المشروع بصفة عامة. شنو هو التساؤل ديالك؟ التساؤل ديالي بغيت نعرف شنو هما المساعدات اللي تتقدمها مثلا الدولة او جهات اللي تساعد الشباب في الاستثمار
لهاد الشباب باش انهم يتواصلوا في الاستثمارات ديالهم. نعم، والجواب غيكون على لسان اكرم السملالي المدير العام لجي ال كاربو ام ا اللي مختص في تدبير وتسيير شركات يعني كراء السيارات. سي اكرم باش شكرا. نعم سي اكرم، كيفاش يمكن لك تجاوب هذه السيده يعني على التساؤل ديالها؟ ربما المداخله ديالها كانت يعني بلا ما نكملوا البرنامج قالت كل شيء. ياس بصح حيت كاين مشكل مع ليطا دونك نعم. الدوله كاين دي لونتور ديال الوراق تياخذوا الوقت بزاف باش يوجدوا، دونك تياخذوا على الاقل 3 مو، دونك زيد عليها مشكل ديال 500000 درهم. وي 500000 درهم هذا ستان مونطون تري امبورطون، ستان كابيتال اللي دايره الدوله باش تقنن باش ما يدخلوش بزاف ديال باش ما يدخلوش اي واحد يجي كري لا سوسيتي. نعم. علما ان بان النومبر ديال لي لوكاسيون دو فواتور دابا وصلت 5500 اجونس دو لوكاسيون دو فواتور اللي كاينه في المغرب. في المغرب واه. ورقم المعاملات ديالها 4 مليار ديال الدراهم اللي اللي كيدخل هذا القطاع هذا. ايفيكتيفمون يعني رقم مهم جدا جدا الكونتريبي بواحد 4% في لي روسيت ديال السياحه. نعم. وبالنسبه للتساؤل اللي طرحته الاخت من وجده، شنو يمكن لينا نقولوا لها ك يعني مقاوله شابه باغا دير لوطوبخوناريا باغا دير حتى هي البروجي ديالها وكتلقى المشاكل، كيفاش يمكن لها التعامل مع مثل هذه الملفات؟ هي بالنسبه ل اوتون كو جو سوي ديريكتور ديال لا سوسيتي جي ال كار ما عنديش زعما لا مام باش نقول 500000 درهم راه غادي نتغدى غادي نقول لهم الدوله هبطي راه الناس بغا يديروا دي كرياسيون دونتروب بغا يديروا لوكاسيون دو فواتور. لا اللي شويه اللي يقدروا يلتجؤوا ليها باش انا يسهل عليهم الماموريه مثلا من خلال واحد عنده بيدجي، نهضروا على واحد عنده بيدجي ولكن ما عندوش الدرايه بالمسائل الاداريه او القانونيه يقدر باش يدوز البروجي ديالو. دونك دونك بالنسبه للاداري تلقى مشاكل وعراقيل اداريه، لا خصك هذه جيب لي هذا الورق قد لي هذه المساله، كتلقى الانسان انه صافي كيحس بالاحباط. داكو متفق معك. دونك بالنسبه للقضيه ديال بالنسبه الاداريه نقدر نعطيك ثلاثه ديال التويه مثلا تقدر تمشي عند مقاولتي راه ما عارفين كيفاش الوراق اللي كيتامو عارفين الوراق اللي خاصهم يتجمعوا بور لا كرياسيون ديال السوسيتي ديال لوكاسيون دو فواتور، يقدر يمشي سونتر ريجيونال دانفيستيسمون يقدروا يعاونوها. ما عاوناتهاش الدوله تدوز بلا كيسيون بريفي هي الكونطابل غادي يجمع لك الوريقات ديالها وتكري لا سوسيتي. يعني الا كانت لا بيرو تاخذ لها بالنسبه لها الا مشات هي اوتون كو بيرسون تاخذ لها 3 موا تقدر تاخذ لها اموا يدمي. نعم فوالا. نعم. وبالنسبه للمساله ديال هاد الجمعيات اللي كدار من اجل الدفاع عن الحقوق ديال هاد المقاولات. داكوغ دونك حنا كنا درنا دي كونفيرونس في مدن مثلا درنا في الخميسات ودرنا كونفيرونس في فاس ودرنا كونفيرونس في قنيطره. شنا لي بريزيدون ديال لي اسوسياسيون دو لوكاسيون دو فواتور. مالوغوزمون راه كيما قلتي راه المشكل ماشي في كرياسيون ديال اسوسياسيون، راه كرياسيون ديال اسوسياسيون راه ساهل حالها ولكن لو سويفي لو ديرولمون ديالها باش تاثر صحاب لي لوكاسيون دو فواتور هنا فين تيكون المشكل. علم بان صحاب لي لوكاسيون دو فواتور كل واحد تيدافع على راسو تيقول نو سوم دون زان مارشي و لو بلي فور كي فا غاني. نعم غادي نواصلوا الحديث ديالنا لكن بعد هذا الفاصل. مقاولو الجهه برنامج المقاوله بامتياز ترقبوه كل اربعاء. مقاولو الجهه اللي خصناه اليوم للحديث على مهنه اضحت تلقى رواجا كبيرا في الاقتصاد يستقطب الكثير من الاستثمارات المهمه اللي كيتعلق بقطاع كراء السيارات ببلادنا اللي كنستضفوا كذلك لمناقشه هذا الموضوع اكرم السملالي المدير العام لجي ال كار بوا ام ا جانا من الخميسات وكذلك كانوا داروا واحد العمل فيما يخص هذه المنطقه اللي كي في غرفه الصناعه بالخميسات هو تنظيم لقاء تواصلي مع أرباب وكالات كراء السيارات بالمدينة وكذلك كان هذه النقطة كانت عندهم في فاس وكانت عندهم في القنيطرة. هذا اللقاء اللي عرفوا بمشروع معلوماتي عرفنا الانطلاقة ديال الأولى في مدينة الخميسات. سي السملالي غادي تعاود تعرفنا بهذا المشروع هذا. داكور سيدي. دونك بالنسبه للجهه الكار سي ان ريزو دو لوكاسيون دو فواتور، الهدف ديالنا هو نجمع اكبر الناس ديال لوكاسيون دو فواتور في لو ريزو ديالنا باش نقدروا منها ندافعوا ونجيبوا لهم دي كونفونسيون
مع لاسيرونس مع لا بنك مع لي بنو مع ان سوسيتي دو تيليكوم نقدروا نعطيهم بعدا نعطيهم ابليكاسيون دو جيستيون باش يعرف راسو باش يدير الخدمه اللي تيديرها تبان يعني لا شاف راسو غادي مزيان سي بيان لا شاف راسو ما غاديش مزيان خاصو يبدل لا استراتيجي ديالو. ثاني حاجه الشركه ديال لوكاسيون دو فواتور تيعان واحد المشكل كبير هو سرقه السيارات. نعم هذا المشكل هذا راه نقول لك فاق العدد ديال سرقه السيارات في المغرب اكثر من 2000 سياره. 2000 سياره تم السرقه ديالها خلال السنه الحاليه هي سنه 2013 يعني من هاد الشركات اللي كتعلق بكراء السيارات. اييه ولاسباب متعدده. اسباب متعدده. نعم تيجي مثلا تيجي واحد تيكري منكم واحد اللي غادي ناوي غادي يسرق سيارات راه تيجي تسرقي من واحد تيدوز على تقريبا واحد 15 ديال لي زاجونس تيسرق منهم السيارات ما تيجي تيلحق وتلقى سرق واحد 20 25 سياره مشات في حالاتها تتهرب على الحدود سواء ديال الجزائر او الحدود ديال موريتانيا. نعم دونك بالنسبه لهاش دونك بالنسبه لهذا البوان هذا لقينا دايرين دي سوليسيون دو سيكوريتي بور سيكوريزي لو بارك منهم دو مويان بالنسبه لو بلون الاولى درنا ان بلاك ليست كما بس مثلا الى متى وقعت سي اكرم كاين اتصال هاتفي غادي نسمعوا الاتصال ساميه من الرباط. مرحبا بك الاخت ساميه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. وي خويا اولا قبل كل شيء كنقدم لك التحيه اسامه والضيف الكريم. نعم مرحبا. والطاقم التقني. السؤال ديالي هو ان كنلاحظوا بزاف الناس يعني اللي عندهم وكالات كيتشكاو من مصريه ومن الناس اللي كيجيو من الخارج كيكريو سياراتهم بدون ترخيص. التساؤل ديالي بغيت نعرف يعني اذا تقدموا بشكايه للقضاء شنو هما الحقوق ديالهم اللي غيتمثلوا بها واش عندهم شي تعويضات على هذا الشيء او لا. نعم باش نوضح الضيف السؤال ديالك قلتي بان هذوك الناس اللي كيجيو من برا مثلا من الخارج كيكريو سياراتهم بدون ترخيص وان وكاله ديال تاجير السيارات او كراء السيارات كتشكى من هذه القضيه ياك هذا هو التساؤل ديالك. نعم الجواب غيكون على لسان اكرم السملالي. شكرا اخي بارك الله فيك على السؤال ديالك. نعم دونك بالنسبه لا كوميرسياليزاسيون نون ريغلومونتي ديال هاد الناس هادو حقيقه كاينين بزاف تيجيو الناس يكريو السيارات بدون اوتوريزاسيون سيركولاسيون ولا ما تكون عندهم لوكاسيون دو فواتور تتكره الطوموبيل تتكره الطوموبيلات. هي بالنسبه للتعويضات ما غاديش يكون تعويضات حيت غادي تسو سامبلومون لاش دينا الدوله غادي تشد داك السيد اللي كان تيكري الطوموبيل بدون اوتوريزاسيون غادي تعاقب عليها. نعم فوالا ولكن كيفاش كتم العمليه حنايا مساله حاليا بحال اللي دخلنا في مساله غير مقننه اللي بغى يدير شي حاجه كيديرها اللي بغى يستثمر كيستثمر اللي ما بغاش يستثمر ما كيستثمرش والروينه نايضه في هذا الدومين ما يعني باش نشرحوا مزيان للناس كيفهموا هذه القضيه مزيان شنو واقع اكزاكتومون شنو خص يدير. دونك شنو واقع بالنسبه للاخت لا كيسيون ديال الاخت سميه راه باينه. دونك مثلا واحد البارتيكولي عنده طوموبيل ديالو ما محتاجها تيكريها لواحد اخر. نعم. مقابل اجر مادي هذاك السيد يقدر ما تعرفوش دونك تيجيبوا لي واحد كما قالت السمسار انا انترميديير وتيجيبوا لي حتى لعندو تيكري ديك الطوموبيلات وكاينين منهم بزاف. نعم. يعني الناس اللي تيكريو الطوموبيل بلا رخصه ديال كراء السيارات بدون سائق. نعم هادو الا ما تشدوش الا ما كانوش معروفين ما الدوله ما تدخلش ولكن الا كانت ريكلاماسيون كانت ورات مثلا دات ريكلام بواحد شويه ناس تيكريو الطوموبيلات الدوله تدخل وتقدر تدير الحجز على ديك السياره. نعم. او تتعاقب داك مول السياره تعاقبه. نعم. ما كانت تعويضات ما غاديش تعوضها. داكوغ ونرجعوا للموضوع ديالنا خرجنا على شويه على الموضوع نرجعوا للموضوع ديالنا فيما يخص المشاكل اللي كيعانيوا منها اصحاب هاد المقاولات وشنو درتوا انتوما باش انكم تعاونوهم فيما يخص التسيير والتدبير. داكوغ دونك بالنسبه للمشاكل اللي تعانيو منها اصحاب لي لوكاسيون دو فاتور كاينين بزاف. دونك منها اول حاجه الفوريان مثلا واحد مول لوكاسيون دو فاتور غادي يكري طوموبيل لواحد الزبون هذاك الزبون دار فيها مثلا مخدرات وهذاك دونك شدوه شدته الشرطه حتى شدت الطوموبيل دخلتها الفوريان. نعم هاد السياره هذه تتبقى في الفوريان مده ما بين 3 أشهر حتى 6 أشهر تتبقى تما في الفوريان محبوسه. مين تيجي مول لوكاسيون دو فاتور تيسول على السياره ديالو
وباش يريكيبيريها تدخل ليه تدخل ليه الشرطه بانها راه باقا في المحضر مازال ما يمكنش تخرجها. سيبوزون مثلا مواد مول لوكاسيون دو فواتور هاد الطوموبيل خداها فخداها بالكريدي. نعم باش غادي خلصت لي تريت هادو والطوموبيل باقا حابسه حابسه راهي قدام. وشي مرات انك تلقى مثلا مقاوله عنده ثلاثه اربعه ديال الطوموبيلات محتاجين وخصو باش يخلص لي تريت ديالو باش يدير ان شيف دافير باش يسميتو والطوموبيل راه محجوزين عنده. يعني هادو يعني بارمي المشاكل اللي كيكونوا في هذا الاطار هادي خاصها ضروري تدخل فيها الدوله باش تقدر تحل هذا المشكل هذا. يعني حيت ما يمكنش يعني المشكل ديال المشكل هذا تتعلق بالدوله. يعني الطوموبيله مثلا انا ما بروبوزيسيون مثلا الا كانت السياره هذه ديال الكراء وعرفنا مولاها شكون هو ترد الطوموبيله مول لوكاسيون دو فواتور افيك غارونتي ديال الروجيستر دو كوميرس ديال مول لوكاسيون دو فواتور كوم سا راه حنا عارفين السيد راه مول راه الطوموبيل ديال الكرا غير مكريه. نعم راه ماشي مول لوكاسيون هو اللي دار اللي فيهز فيها المخدرات راه واحد ان كليون. نعم كليون راه تتعاقب ولكن كاين بعض المشاكل الاخرى اللي ربما هذه من بين المشاكل ولكن بعض المشاكل الاخرى اللي كتعلق مثلا فيما يخص تامين على سيارات ديال الكراء ديال هذه المقاولات هذو شويه كيكون مرتفع وخاصه ان تقول لك ان هذا استثمار خصنا نستافدوا منه الماكسيموم بوسيبل واننا في هذا الاطار كاين بعض المشاكل وبعض اصحاب المقاولات اللي كيتشكاو. اي سي فغي بان الثمن ديال لاسيرونس شويه طالع التامين شويه طالع ولكن ناخذ كاين جوج ديال لي بوان طالع الكرا ديال باش تدير لاسيرونس ديال لافواتور كاين لو بوان لو بان تديرها للسوسيتي ما تديرهاش للبارتيكولي والثمن ديال لاسوسيتي شويه طالع ولكن بالنسبه لي لوكاسيون دو فواتور شويه زايد حيت كاين فيها بالنسبه للتامين تقول بان كاين بزاف ديال لو ريسك كاين المشكل ديال عاوتاني ديال رومبورسمون اون كاد لافواتور دات اكسيدون ولا شي حاجه كانت تري تري لورد باش ترومبورسا باش مول لوكاسيون يرد الفلوس ديالو في لافواتير هي ديجا اكسيدونتي. كاين المشكل ديال الديباناج والاسيستونس ما تيستازوش من هاد الخدمه هادي يعني الطوموبيل دارت اكسيدون في شي بلاصه راه مول لوكاسيون ولي تحمل المسؤوليه ديالها باش يجيبها. دونك هاد المشاكل هادو عارفينهم حنا دابا اكتيومون حنا دخلنا اون كومونيكاسيون افيك ثلاثه ولا اربعه ديال لي زاسيونس ثلاثه ديال لي زاسيونس باش نشوفوا باش نجمعوا كاع لي لوكاسيون دو فواتور كلهم يامنوا عند واحد الشركه وحده باش نقدروا نستافدوا من واحد الثمن ناقص افيك بلوس دو سيرفيس. اتصال هاتفي ونواصلوا سي اكرم محبا. بين سي بالعربي من فاس. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام دير سيدي بخير. الحمد لله بارك الله فيك. تفضل. تنشكركم على هذا البرنامج وهذا تيوضح لنا بزاف ديال الامور. نعم وبغينا حتى المستمعين يعرفوا واحد شي حوايج انا عندي تساؤل فيها. نعم تفضل. انا شخصيا تنكري السيارات بزاف. نعم ولكن بعض الاحيان تلقى شي سياره فيها شي عطب تيكون اما في الموتور ولا في هذا تتكون غادي تقضي حاجتك على واحد الوقت محدد تصدق حاصل في الطريق لما ما انت قضيتي الشغل ما انت. نعم انت استفدتي التساؤل ديالي واش هاد السيارات هاد الشركات واش تيديروا مراجعه السيارات منين تيدخلوا ولا غادي يشدوا يعطي السيد الاخر عاوتاني يمشي يزيد به. نعم انه هذاك تيوقع واحد العرقله للانسان ما تيقضيش شغله وما تيبقاش مستفد من ذاك الكراء. نعم شكرا لك سي بالعربي من فاس. تساؤل واضح فيما يخص هذا كيتعلق فيما يخص بتجديد الحظيره. تجديد الحظيره او لوتروتيان ديال لي فيكول. نعم خاصه ان مثلا دابا الدوله كتقول لك ان عندك ما يقرب من خمس سنوات عاد يمكن لك تجدد الحظيره ديالك. هاد المساله يعني ان المقاول او هاد الشركه كتكري لهذا وتكري لهذا وتكري لهذا في نفس الوقت يعني هاد الحظيره كتهالك يعني في مده قصيره. هذا التهالك اللي كيصيب الحاضر كيخلق مشكل بالنسبه للناس اللي كيتيقوا مثلا في هذيك الشركه وانهم كيدخلوا كيبغيو انهم يتعاملوا معها. وي بالنسبه للدوله دات واحد الحل. نعم هي بالنسبه للوكاسيون دو فواتور عندهم جوج مرات يشوفوا لا فيزيت تكنيك ماشي بحال الناس البارتيكولي يعني كل 6 شهور مول لوكاسيون دو فواتور اللي اوبليجي باش يهز الطوموبيل ديالو ويديهم لا فيزيت تكنيك يديروا اون فيزيت.
باش كوم سا صحاب لا فيزيت فيريفيو الطوموبيله واش الي دو بونيتا ولا لا. ولكن كل شهر اصلا ديجا راه بزاف خاص مول لوكاسيون الراس والراس يبقى يدير فيريفي الطوموبيل تقريبا مثلا كل شهر كل مره في الشهر يفيريفي الطوموبيل ديالو باش مي غادي تخرج الطوموبيل يعطيها الكليان ماشي يعطيها لي واحد ابدا تعطيو الطوموبيل كاين ديال لوكاسيون تعطيو الطوموبيل ميم لافياش ما مقصوداش اون بلوس كو تكون فيها الريحه باغفوا تعطيو الطوموبيلات البنوات تمسحوا اولا فيها مشاكل في الموتور هذيك هادو مشاكل متعدده هذا علاش هذا سنقول لك بالنسبه لي بيتيت اجونس دو لوكاسيون هاد كاينين موجودين معروفين هاد المشاكل ديالهم ولكن هادشي علاش كثرت لي شارج اللي عندهم اللي تتخليهم بانهم تتهاونوا على البارك ديالهم وانتم جيتوا باش انكم تعاملوا معهم في هذا الاطار باش تحسنوا من المردوديه ديالهم او ميم طون هاد الشركه يعني ماشي تستمر لمده واحد المده معينه ومن بعد تهبط الريدو افكتيفمون دونك الا سمحتي نعطيك واحد فكره على لاكتيفيتي ديال جي ال كار دونك جي ال كار شفت لي بروبليم ديال لي لوكاسيون دو فاتور درستهم وحده بوحده عرفتهم كاملين كيما قلت لك قبيله كان المشكل ديال الفورين ديال لاسيرونس ديال لي شارج ديال لي فاتور ديال الكوميرسياليزاسيون ديال لا جيستيون ديال لو فول لو ريغلومونطاسيون دي كونطرا لاكسي او مارشي ديال مارشي ديتا لي بان لي تيوقع في الطوموبيل هادشي كل نظره كلشي درسناه وكل ما كنا تنديروا لي كونفيرونس ديالنا زدنا سمعنا المشاكل ديال لي لوكاسيون ديالهم زدنا تقربنا منهم هادشي علاش تنقول صحاب لي لوكاسيون دو فاتور اي سي لو مومون دو سو ريونير نجمعوا في ان ريزو اللي يقدر يعاونك نعم يعاونك من ناحيه يعطيك يكون معك ديما قريب لك يعطيك غادي يعطيك ابليكاسيون دو جيستيون فابور باش تقدر تتبع البارك ديالك تعرفو فين غادي فين جات تعرف لي كليون ديالك تعرف البارك ديالك تعرف دير لي ريزرفاسيون حنا نهضروا نرجعوا لمساله اخرى هو فيما يتعلق بالابناك وي المساله اللي كتعلق بالابناك تيقول لك ان البنك ما يمكن له يثيق ويعطيك قرض باش انك تاميليوري لو ترافاي ديالك حتى كتفوت سنه على انشاء مشروع وي هذا متفق معك هذه بالنسبه لجميع الشركات خاصهم تفوت عام على تيقول لو بيلون كونطاب خاص يكون عندك عام باش يشوفوا لاكتيفيتي ديك كومون سا سباس واش غادي دو بون فول دو موفيز فوا حيت البنك سيتون سوسيتي كوميرسيال ما يمكن ليهاش تعطي لواحد ان كريدي اللي هو شايفه اون ديفيكولتي ولا اون ديفايونس نعم فوالا دونك ضروري خاص باش تعطي هذا السيد كريدي تكون ضروري عارفه راه غادي مزيان يعني باش هي تضمن فلوسها وتتمينيميزي لو ريسك عليها تفضل دونك هاد المشاكل هادو راه باينين واضحين دونك البنك لا باش تتعامل معاه خاصك تكون انت في الخدمه ديك داير اين تري بون جيستيون باش تعرف راسك فين غادي دونك باش دير راسك تعرف تري بون جيستيون خاصك يكون عندك ان بون سويفي ديال البارك ديالك ويكون عندك ان بورتوفي كليون ديما اليمونتي افيك دي كليون نعم غادي نواصلوا الحديث ديالنا مع السي اكرم السملالي المدير العام لجي ال كار والحديث يخص موضوع كراء او مقاولات كراء السيارات بالمغرب الاكراهات والتحديات والافاق واللحظة وصلنا للمرحله ديال الافاق وشنو هما الحلول الممكن اننا نفذوا على ارض الواقع من اجل يعني خروج هذا القطاع من حاله العشوائيه اللي كيعيشها داكور سيدي دونك من بعد واحد ليتود اللي درناها سو لو مارشي اكت لو مارشي دو لوكاسيون دو فاتور خرجنا قدرنا نسيريو لي بروبليم في 4 بوين دونك اول حاجه هي لا جيستيون ثاني حاجه هي سيكوريزي لو بارك ديالو كيفاش يمكن نديرو هاد لا جيستيون دونك اترافير ان ابليكاسيون دو جيستيون دو لوكاسيون دو فاتور حنا قدينا ان ابليكاسيون كيما قلت لك قبيله تنعطيوها فابور غراتويتمون الناس ديال لي لوكاسيون دو فاتور باش يقاد باش يعرف دونك هي تيلمون سهلنا بزاف باش يقدر يتعامل مع يكون واحد واخا ما يكونش قاري بزاف يقدر يتعامل معها دونك اون فوا مثلا تيدير لي ريزيرفاسيون ديالو تيدير لي ريزيرفاسيون ديالو تيمبريمي لي كونترا سي اوتوماتيكمون لي زانديكاتور دو كاليتي و دو سويفي تيوري فين غادي من مثلا يعرف راسو شحال رابح في الطوموبيل واش رابح فيها ولا خاسر فيها واش لي كليون ديالو واش شكون هما الكليون ديالو تيخلصو شكون الكليون ما تيخلصوش وعاد دي زوتر زانديكاتور اللي يقدر يعرف بهم البروجي ديالو فين غادي فين غادي اكزاكتومون نعم ثاني حاجه لا سيكوريتي لا سيكوريتي كما قلت لك قبيله كاين اكثر من 2000 في السرقه ديال المغرب اكثر من 2000 سياره في العام دونك هنا قدرنا نحددوها في دو بروجي عاوتاني ان بلاك ليست
باش يعرفوا لي موفي كليون. دونك هاد البلاك تتكون بارطاجي اونتر دي زاجونس اللي عندنا في لي ريزو، هما اللي تيالمونطيوها، هما اللي تتكون بارطاجي بيناتهم. ثاني حاجه اونكا لو وقعت سرقه ديال السيارات كان درنا نظام ديال الجي بي اس باش يعرف الطوموبيل ديالو فين كاينه، ويقدر ديكلاري عند البوليس ويريكيبيري السياره ديالو باش ميمكنش الاسواق تكون تسرقات الطوموبيل ما عرفاش فين كاينه. ثالث حاجه اللي هضرت عليها السيده ساميه، لا كوميرسياليزاسيون. سي فري كاين دي زاجونس دو لوكاسيون دو فواتور تيهربوا من لي شارج، حيت باش تكري مثلا في شارع كبير في الرباط مثلا في اكدال ولا في شارع انفا مثلا هنا في كازا، هنا لوكو ديال الكراج ولا ديك لوكو ديال المحل طالع بزاف، دونك هما تيهربوا للبلايص اللي ما تيكونش لوكو طالع بزاف. ولكن المشكل ديالو هو واش ما تيجلبش الكليان بزاف. دونك حنا درنا كوم سوليسيون ان مارشي فيرتوال دو لوكاسيون دو فواتور، لان نجمعو توت لي زاجونس دو لوكاسيون دو فواتور سوغ ان مارشي. شاكان في شاكان اجونس دو لوكاسيون غادي تكون عندها اون باج ويب، اون فيترين، باش تبقى هاد لاباج هادي غادي تشاف او نيفو ديال لي كليون. ولا كان بغا يكري طونوبيل تيدوز اترافير جي ال كاب تيكري طونوبيل. رابع نقطة هي لا كونفونسيون. لا كونفونسيون بيان سور، الناس ديال لي لوكاسيون دو فواتور راه عندهم بزاف ديال لي شارج، باش حنا نعاونوهم ونقصو عليهم لي شارج تنقلبوها دي كونفونسيون مع لاسيرونس مع لا بونك مع لي بنو، باش نقدروا دونك ياخذوا واحد الثمن كونفونسيوني ويقدروا نقصوا من لي شارج ديالهم ويحسنوا من لا كاليتي دو سيرفيس، باش هذوك لي فواتور كيما هضرنا من السيد بانو تيكري الطوموبيل بزاف، هذوك الفلوس اللي تيمشيو في لي شارج يمشيو في لونتروتين ديال لا فواتور، وتعطي اون فواتور دو كالي تكون اون فواتور بيان اونتروتوني. ما بقناش بزاف ديال الوقت، بقاتنا تقريبا 30 ثانيه، شنو يمكن تقول ككلمه اخيره فيما يخص هذا القطاع اللي كما قلتي انه 5500 شركه كتشتغل فيه في المغرب، وكي يعني رقم معاملات كيوصل ل 4 ديال المليار ديال الدرهم في السنه كسنه 2013. لذلك ككلمه اخيره من اجل تقنين هذا القطاع وما يبقاش نايضة فيه الفوضى. فوالا، دونك بالنسبة للتقنين ديال هذا القطاع اليوم تندير اون انفيتاسيون توت لي لوكاسيون دو فواتور يتجمعوا ونديروا ان ريزو ونكبروا هذا لو ريزو باش يكون عندنا اون فورس باش نقدروا ندافعوا عليهم ونقدروا نجيبوا لهم دي كونفونسيون. شنقول عاوتاني بالنسبة لي لوكاسيون، ما تبقاش تخدم بطريقة عشوائية، حاول تستركسيوري راسك باش تقدر تكون من المردودية. نعم، بهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة هذه اليوم من برنامج مقاول الجهة، اللي اختارينا له كموضوع مهنة قطاع كراء السيارات بالمغرب. مستمعينا شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، أنور ألواح في الإخراج التقني، كذلك سي أكرم السملاني المدير العام لجي إل كار، جيتنا من الخميسات، مرحبا بك معنا في استوديو راديو بلوس، و نتلاقاو الأسبوع المقبل إن شاء الله. مقاولو الجهة، برنامج المقاولة بامتياز، ترقبوه.